يمكن اتكلمنا قبل كده فقرات كتير عن موضوع الحقن المجهري واسبابه وازاي مشينا مع بعض كمان في الخطوات بتاعته، لكن النهارده هنتكلم كمان عن السيدات اللي بتفشل معاها عمليه الحقن المجهري. هنعرف كل ده مع ضيف اللي بيشرفني النهارده في الاستوديو، دكتور طارق الجندي، استشاري علاج تاخر الحمل واطفال الانابيب وزميله الكليه الملكيه للنساء والتوليد بلندن. اهلا بك يا دكتور، ازي حضرتك؟ دكتور، بدايه احنا عايزين نتكلم عن اسباب فشل عمليه الحقن المجهري. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ستي، احنا متفقين من المبدا ان نسبه النجاح 100% بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله طبعا. لكن لما نيجي نتكلم، كل حاجه في الدنيا لها نسب نجاح. اكيد. معايا حضرتك ازاي؟ يعني نسب نجاح عمليه الحقن المجهري تتراوح من او تختلف من 15% لحد 70%. ما شاء الله، ده كويس. شوف النسبه دي من 15% لحد 70%. طب بتعتمد على ايه الكلام ده كله؟ بتعتمد على حاجتين مهمين جدا. واحد، سن الزوجه. السن بيفرق طبعا يا دكتور كتير. يعني مخزونها بوايدي. رقم اتنين، المركز اللي حضرتك بتعملي فيه. المركز بيفرق طبعا كتير في كل حاجه، بيأثر الوقت وبيأثر الفلوس بيأثر. لا مش كده بالظبط. بصي يا فندم، هي الفكره كلها المساله ببساطه شديده جدا، هو حيوان لو باخده وحطه مع البويضه بكون اجنه برجع ازرعها. لكن في حاجه مهمه جدا في المعمل النهارده، احنا المعمل ده لما كنت في انجلترا في اوائل التسعينات كنا بنتكلم في 5% نسبه النجاح. لما حصلت طفره معمليه في اوائل القرن ده 2000 وشويه كده، وصلنا ل 70%. اذا الطفره المعمليه دي والطفره في الادويه ادت الى حدوث الصوره بهذا الشكل. طيب لما اجي اتكلم بقى، يبقى انا عندي الماده الخام اللي بشتغل بيها اللي هو الحيوان والبويضه. دول لو كويسين يعني دول مرتبطين بسن السيده طبعا، ويبقى عندي المعمل هو المكان اللي بشتغل فيه. يعني ايه بشتغل فيه؟ يعني بقدر اوصل نسب النجاح دي. بمعنى اخر، ان انا لما اجي اتكلم عن نسب النجاح قلت لك بتروح من 15% لحد 70%. في بعض المعامل عندها نسبه نجاح 15%، في بعض المعامل عندها نسبه نجاح 70%. بالظبط. طب بيعتمد على ايه بقى الكلام ده؟ على التقنيات الخاصه جدا، لان النهارده في النظام العلاجي او الانظمه العلاجيه اللي احنا بنحاول نديها للسيدات دي، اصبح لكل عيان او لا بلاش لكل عيان، اصبح لكل سيده هي مش مريضه، هي قاعده بتدور على الحمل فمش مريضه بالمعنى المفهوم، يعني لكل سيده النظام العلاجي الخاص جدا بيها، عامل زي تسريحه الشعر بتاعت حضرتك او الفستان بتاع حضرتك. اذا كل واحده لها هذا النظام. بمعنى اخر، انا لو دخلت معمل واول ما دخلت كتب لي منشطات تك ويلا يلا 4 5 10 ايام كوننا حبه بويضات، دخلنا شفطناهم، وبعدين بعد يومين او 3 ايام تعالي يا ست نحط لك الاجنه بتاعتك وخلاص متشكرين. اللي عملنا فحوصات شامله لهذه السيده، اللي عملنا تحاليل خاصه جدا بيها، اللي قعدنا معاهم فهمناهم ايه المشكله اللي عندنا بالظبط وطريقه حلها تمشي ازاي. في المعمل نفسنا لا بصينا على الاجنه في اليوم الثاني ولا اليوم الثالث ولا وصلنا اليوم الخامس ولا جمدنا اجنه ولا زرعنا وخلاص وحطينا الاجنه وخلاص. حضرتك تتوقعي نسبه النجاح تبقى قد ايه؟ ما هو احنا عملنا المساله كلها ايه؟ كده. بالظبط. انها زي حاجه روتينيه، اللي اتعامل مع حضرتك اتعامل مع دي اتعامل مع دي اتعامل مع دي، فاصبح ما فيش حاجه اسمها البرسوناليزيشن اللي هو اللي كل واحده عندها ظروفها، عندها نسبه هرمونات خاصه بيها، عندها ميبت خاص بيها هي، عندها جسم خاص بيها، وزنها غير وزن الثانيه، معايا حضرتك؟ عندها سن برضه مختلف، عندها مخزون بوادي مختلف. اكيد. معايا حضرتك؟ فاذا كل واحده هنا بمعنى اخر، انا ممكن ادي مريضه 300 واحده في اليوم، وادي مره ثانيه 150 واحده او 180 واحده في اليوم. دي بتختلف عن دي. عن ايه بقى؟ يعني انا امتى ادي كده وامتى ادي كده؟ ده بيختلف زي ما قلت لحضرتك على مخزونها البوادي وسنها. بمعنى لو ستي المفروض انها تاخد 180 او 250 وخدت 300، هتكون بويضات برضه. معايا حضرتك ازاي؟ بس هتكون بويضات قليله الجوده، لانها تعرضت لنسبه هرمونات عاليه، وبالتالي مخروج البويضات دي او منتجها اصبح مش حلو. ما هي برضه الادويه اللي حضرتك بتشتغلي بيها برضه لازم يكون حضرتك عندك فهم يعني بشتغل بيها ازاي وبطلع بيها ايه. هي المساله مش مساله ان احنا بنعمل حاجه اسمها اوفر ستيميوليشن، يعني بندي منشطات بزياده. طب المنشطات دي يا دكتور، ما انك بتتكلم عنها، هل فيها مشكله من زيادتها ولا بتبقى الموضوع ايه؟ هي العمليه نفسها اسمها كده، اسمها اوفر ستيميوليشن. انا يعني هو في الجسم الطبيعي للسيده بيخرج بويضه. ايوه انا اقصد ان انا بزوده ولكن بنسبه. لا ما هو بص حضرتك، هي العمليه اصلا منسوبه كده، انا عايز اخرج خلي الجسم ده يخرج لي اكبر كميه ممكنه من البويضات في هذا الشهر. فبالتالي انا بعمل حاجه اسمها اوفر، انا بزود جرعه المنشطات الطبيعيه اللي السيده بتاخدها. الطبيعي السيده بتخرج بويضه واحده، انا عايز اتخرج 10 15 بويضه، فلازم تاخد جرعه منشطات عاليه. بس هنا القياس بقى، لما اجي اديها المنشطات دي ابقى اقيسها، لان لو بدي المنشطات دي برضه لازم اقيس حاجه ثانيه تامه. المنشطات دي لو زادت عن الحد او كانت جرعه عاليه بتخرج بويضات قليله الجوده. يعني البويضات دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها تغيير في الجينات بتاعتها من جوه.
فبتخرج بويضات قليله الجوده، لما بحقنها بيكون اجنه قليله الجوده. اه معايا، وبالتالي ما اقدرش اوصل للي انا عايزه. بالظبط، لان هي فكره من طب نيجي نحسبها كده، يعني كل ما الست بتكبر في السن كل ما المخزون بتاع البويضات بتاعها بيقل، وكل عدد البويضات اللي هي فيها مشكله في الكروموسومات بتاعتها وحشه بتكتر. اكيد. لكن الست سنها 25 سنه، هذه السيدة سنها 25 سنه، لما انا بديها جرعه نشط حتى المناسبه جدا ليها، هل كل ال 20 او 15 او 20 بويضه اللي باخدهم منهم كلهم سلام؟ لا طبعا. الراجل قلت لا طبعا. من ناحية الجينيه او من ناحيه الكروموسومات بيطلع منهم حوالي ما يقرب من تقريبا من 40% منهم مش كويس. وانا بشتغل على الجزء اللي هو الكويس اللي انا باخده بقدر اشتغل بيه. طب انا لما ازود جرعه النشاطات بيحصل لي ده. اذا في حاجه مهمه جدا، ان انا لازم هذه السيده بناء على التحليل بتاعتها وبناء على جسمها وبناء على وزنها وبناء على اليوم كام في الدوره بيبداها، وحسب النظام العلاجي اللي بيبداوا معاها، في نظم علاجيه مختلفه. ما بقاش نظام، ما بقاش سيستم واحد لكل الناس. الكلام ده في الفترة الأخيرة بدأوا يركزوا عليه أكتر، واللي هو individualization، اللي هو كل واحد لحاله. مفيش حاجة اسمها احنا كلنا زي بعض، احنا كلنا داخلين نعمل المعملية دي كلنا زي بعض، احنا نعملها كلنا زي بعض. لا، كلنا ناخد نفس الدواء زي بعض برضه لا. فهمتني انا حاجة ازاي؟ فهنا اذا نسبة النجاح هنا بتختلف زي ما اتفقنا، بترجع للزوج والزوجة وللمعمل، كفاءة المعمل كمان اللي بنعمل فيه العملية دي كلها. وعشان كده التطور المعملي النهاردة بقى بيجري على قدم وساق، عشان خاطر نحاول نرفع نسب النجاح لهذه العملية. أكيد. طب إحنا برضه يا دكتور بنتكلم عن الحقن المجهري، إمتى السيدة تلجأ للحقن المجهري؟ بص يا فندم، الحقن المجهري هو تقريبا حل كل المشاكل. يعني إيه حل كل المشاكل؟ إذا كان عندي مشكلة في الأنابيب فهو حل هذه المشكلة، إذا كان عندي مشكلة في التبويض برضه فهو حل هذه المشكلة، إذا كان عندي مشكلة في الحيوان المنوي أو ضعف الحيوان المنوي أو عدم قدرة الحيوان المنوي على اختراق البويضة فهو حل هذه المشكلة، إذا كان عندي مشكلة في مطرح المهاجرة فهو برضه حل هذه المشكلة، عامل زي البريدج أو الكوبري اللي أنا عملته عشان أعدي بيه المشاكل دي كلها. لكن برضو في ناس كتير جدا لحد النهارده بيفكروا ان الحقن المجهري المفروض يبقى اخر حاجه الجا لها. لا طبعا، يعني ده مفهوم خاطئ، لان زي ما اتفقنا قبل كده او قلنا قبل كده، هو حضرتك لما الزوج والزوجه بيروحوا للطبيب هم مش رايحين يدوروا على عيل او يجيبوا طفل. ده هم رايحين يكملوا اسره. اكيد. فالاسره دي معناها اكتر من طفل. فانا مش مره ادور 4 5 سنين ادور على طفل وبعدين اقعد بقى منه ادور 4 5 سنين كمان. لا، ده المفروض وانا رايح انا حاطه في دماغي البلان ان انا ان شاء الله ربنا يكرمني عشان في بعد كده في طفل واثنين وثلاثه، اذا كان سني 35 سنه دلوقتي وهجيب الطفل الاولاني دلوقتي وهقعد ارضعه سنه يبقى سني 37 سنه، المفروض اجيب طفل ثاني. فانا والله رحت ضيعت 4 5 سنين كمان ان شاء الله، يبقى انا كده ضيعت المرحله اللي انا ممكن اكون فيها الطفل بتاعي. بالظبط. يبقى انا هجيب طفل واحد بس بعد كده مش هعرف اجيب اطفال تانية. طب يا دكتور برضو عمليه الحقن المجهري ازاي بتتم العمليه دي؟ هي عمليه الحقن المجهري بمنتهى البساطه زي ما اتفقنا، هو حقن الحيوان المنوي للزوج داخل البويضه بتاعت الزوجه تحت المجهر او الميكروسكوب. فبالتالي احنا بنسميها اخصاب خارج الجسم، لان في حاجه اسمها تلقيح اصطناعي اللي هو الاخصاب داخل الجسم، والحمل الطبيعي طبعا اخصاب داخل الجسم. فخارج الجسم يعني انا باخد بويضات بخرجها بره، باخد حيوانات منويه بتطلع بره معايا، بحقن ده جوه ده عشان اكون اجنه، بحطهم في المعمل عندي من 3 ايام لخمس ايام على حسب جوده الاجنه دي، وبزرع اجنه. طبعا في حاجه اسمها ازاي نزود نسبه نجاح العمليات دي، ما النهارده برضه لازم نفكر في ده. وازاي ممكن اخش محاوله واحده، المحاوله الواحده دي ممكن اكون منها عيله كامله. يعني ايه ازاي بقى ده؟ يعني احنا النهارده بنيجي نتكلم في المركز عندنا مع السيدات دي، بقول لها اوكي احنا هنخش نظام علاجي، نظام علاجي ده المفروض نحطه متوازن مع جسمك بحيث حضرتك تخرجي اكبر كميه ممكنه من البويضات. تمام. انا لما اخد البويضات دي، وطبعا الزوج بياخد معايا فتره علاج كافيه قبلها وبيعمل تحليل خاصه جدا بيه عشان اطمن عليه هو كمان، فبكون عدد معين من هذه الاجنه. لما بوصل اليوم الخامس بيبقى عندي مثلا 7 8 اجنه جيدين. فبزرع 2 واجمد الباقي، ربنا اراد وحصل حمل. تيجي بعد سنه او 2 تزرع المجمد، اذا هي بتكون طفل وبعدين بعد سنتين 3 انا حاطط بقى بدون منشطات بدون حاجه خالص. التجميد ده دكتور نفسه ممكن يقعد قد ايه يعني؟ لا، ممكن يقعد سنين. في عندنا ناس زرعوا بعد 3 سنين وبعد 4 سنين كمان. بالظبط. دي الفكره كلها، ان انا هي باكج، انا اخدت الباكج كله على بعضه، فبالتالي ممكن اكون طفل. وعندنا ناس عملوا كده، جم ربنا كرمهم المره الاولانيه، والمره الثانيه برضه جم ربنا كرمهم. بقى اصبحت هي كانت المره الاولانيه والمره دي طفل، فاصبحت 3 توائم. خلاص انتهت القضيه، هي كونت العيله بتاعتها في خلال مرحله او تجربه علاجيه واحده، خدتها بالشكل ده وصلتها في الاخر بقى عندها العيله بتاعتها. وده اسمه اللي احنا بنسميه النجاح، ان انت حضرتك وصلت بيها اللي هي خارجه من الاصل خالص علشان انها تكون عيله. اكيد. فهمت حضرتك؟ فدي بس اكيد في خطوات برضه يا دكتور ان الزوج والزوجه بيتبعوها علشان تتم عمليه الحقن المجهري، ايه الخطوات بدايه يعني؟ بص يا فندم، بالنسبه للزوج والزوجه هو الحاجه الوحيده بالنسبه لهم انهم بيقعدوا مع الطبيب بتاعهم في